السلام عليكم الاحباب، الزول في الله، وان شاء الله تكونوا بخير بصحه وعافيه. معاكم لطفي. اليوم حنحكيو عن ليجان اللي للاسف الشديد 5 سنين هذوما اللي فاتوا السلطه عجزت تماما انه تعطيه نفس جديد، واي واحد تحكمه في الطريق كبير صغير مراه راجل يقول لك ضيعوا الشباب. شبيبه تاع الجزائر، شبيبه تاع الجزائر غاليه وعزيزه. صحيح. بصح ضاعت، ما كاينش خدمه، ما كاينش تقنى، كاين غير دعاوي الشرحه الزمن. يعياو يجيبوا في التيلي ارقام ودرنا ودرنا ودرنا، لكن اي واحد تحكمه في الطريق يقول لك يا ولدي الشبيبه راهي ضايعه والناس كل تحب تروح. راهي مخلطه، هو فريمون شفنا واحد ما يكذب عليك، دوك نلموهم واحد بواحد. معليش نسمعوا من الكلام، والله العلي هذا غير واحد مؤمن. ليش دوك انا تقول لك خليني نروح، ما تعطينيش، اعطيني فيزا خليني. هذه حقيقه يا خوتي، واحد ما يقدر ينكرها، حتى ولو يجي المسؤول ويحب يبرر يقول له لا هذيك بكري، بصح كي جا تبون اعطاهم العمل واعطاهم السكن، اعطاهم حقوق العمل وحقك طلب السيارة، هذا حقك. هذه الحقوق حاولوا أحلام، هذا الحقوق رانا نشوفها في الأحلام، هذه راهي في التيلي وفي الأحزاب كي تتكلم، أما الواقع يشهد الشاب الجزائري أنه للأسف الشديد هذه الحقوق ما كانش. هاو كل شيء ولا دار ولا للشباب. وش دار يا شيخ؟ سي بن قرينا إذا حصل لي يا خاوتي وإذا شاب بقى معاه ويقول له باللي يا ولدي يزي وبلاك دب وما كان له دخلها لي راسي، الهربة تسلك وين؟ الزواج. هذا هو موضوع تاع بن قرينا، يدخل لك ليه ليه انتم شباب ويبدا يحكي له على الزواج وزوجت وما زوجتش. خطبت ولا مازال؟ خطبت وما زوجتش. وباغي تعاود وحده اخرى؟ باين بالنهارات ولا تطول؟ نعاود وتزيد تعاود كل مره تعاود. حتى كون يروح بن قرينا الواحد مثلا تاجر سيدي نقول له ويخدم عند روحه ويسقسيه يقول له مثلا وش الخدمه ماشيه ولا هذه السنوات يعني تحركت شويه التجاره ولا؟ ماشيه شويه الخدمه ولا ناقصه؟ نعم هذا شويه ناقصه. فأوليو بن قرينا مثلا يخش يحكي له على وعلاه ميتة، ما هي الأسباب، هل حقيقة ولا لا، لا يدخل له في موضوع الزواج وهل أنت متزوج؟ عندك وليدات؟ ماشي يا ودي نعمة كبيرة، الزواج هذا فيه نعمة كبيرة. شوف جماعة اللي عزاب الله وصيهم يرحمهم هذيك باش يتزوجوا. بليزي لازم يتزوجوا، لازم يتزوجوا. ونوض حتى يحكي له على فضائل الزواج. إما لا لازم تقول الفوائد تاع الزواج. إن شاء الله. ويحكي له على الزواج في الإسلام يعني الفائدة تاعو. وأهم حاجة في الزواج أنه ربي النسل تاعك ما ينقطعش. ولذلك الإسلام تبنى على 5 كليات. على حماية الدين وحماية النسل. هذه الهربة تسلك وين يحسن مسكين يخرج على الزواج. وحتى إذا تلاقى ناس كبار شياب كما نقولوا لحية بيضة وكلش، بما أنه الوضعية وكذا، أول موضوع وشي هو هيا نحكي على الزواج. وانت قدام متزوج زوج ولا ثلاثة؟ أيوة هذا عنده زوج نساء، يسوين في زوج شيء. والولاد والولاد كاين 10. ربي يبارك لك فيهم ربي. وباغي تزيد ثالثة ولا مازال؟ نحوس على الرابعة والريتي. أيوة ربي يقويك. فيدخل النقاش زواج، قال واش زوج ثلاثة ربعة وانت قداه تزيد وملاحة كون تزيد وتعاود، ونخرجوا على موضوع الشباب. خلاص يا خلاص. وكيما هذه وشكون اللي تشريها، عروسة ولا واحدة راح العرس ولا انت ولا طالبة راح الجامعة ولا وشنيا؟ ومالغري سا يا خاطي ما نقطعوش الامل ونقولوا الشباب الكل يعني مشوحة بعبد المجيد تبون، ما كانش منها يا خاطي، اكيد انه كاين فئة من الشباب راهم فرحانين مثل هذا الشاب. رانا مع عمي تبون، وشكون اللي ما يبغيش عمي تبون؟ وانا نحب عمي تبون، تحيا عمي تبون. فهمتوا الرسالة؟ هذه شبيبة سيت اون رياليتي، الناس كل حب هكا، الله غالب يا خاطي. دونك اعطيني بركة الطريق، ومن بعد ما تخافش انت هو الافضل والاحسن والميار، واحد ما كان خير منك. تحيا عمي تبون. Thank you.